بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معادنا مع المحاضرة الثالثة من موضوع الويب اي بي اي. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن ريستفول سيرفيس، وعرفنا ان الويب اي بي اي هي عبارة عن ريستفول سيرفيس لانها بتعتمد على الاتش تي تي بي بروتوكول. احنا قلنا تعريف مبسط خالص عن السيرفيس، قلنا هيبقى عبارة عن ميثود هتباصي داتا، الداتا ديت بتباصيها لاي ابلكيشن تاني. طيب احنا مفكرناش شوية كده، ازاي الابلكيشن التاني هيفهم الداتا اللي جايه له؟ تمام، يعني مثلا انا دلوقتي شغال، انا عامل السيرفيس بتاعتي بالسي شارب. طب لو الابلكيشن التاني معمول بجافا هيفهم ازاي الداتا دي؟ جه هنا بقى مفهوم الايه، السيريالايزيشن. تمام، بكل بساطه هم عملوا صيغه موحده اي ابلكيشن يقدر يفهمها. الصيغه دي عباره عن اما جيسون او اكس ام ال. تمام، يبقى السيرياليزيشن هيحول لي الداتا بتاعتي، وليكن مثلا لسته انا عاملها بالسي شارب، هيحولها لي لليسته بصيغه الجيسون او صيغه الاكس ام ال. باختصار كده يا جماعه، كلمه جيسون اختصار لكلمه جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن، جافا سكريبت اوبجكت نوتيشن. وزي ما احنا قلنا ان هي ايه، طبعا اقدر احط فيها لسته من داتا، او اقدر احط فيها، اقدر اخزن فيها داتا، واقدر كمان اعمل عمليه اكستشينج للداتا، يعني انقل الداتا من سيرفيس لمكان تاني، يعني من دومين لدومين تاني، او من ابلكيشن لابلكيشن تاني. طبعا هي اسهل، الجيسون اسهل من استعمال الاكس ام ال. تعالوا كده نشوف الشكل العام للجيسون عامل ازاي. كل اللي هعمله هفتح كويري براكت، تمام، احط جواه مثلا، لو احنا قلنا افتراض ان انا عندي كلاس اسمه امبلوي اللي هو الموظف، وحط هقول مثلا ان الفيرست نيم، هحط كلمه فيرست نيم ما بين اتنين دبل كوتيشن، واقول ان هو مثلا جون، واللاست نيم برضو بين دبل كوتيشن سترنج يعني، تمام، واقول انه بيساوي ايه كده. انا عملت وخدت كده اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ايه، امبلوي، بالداتا بتاعته. طيب لو عملنا الموضوع ده بالاكس ام ال هيبقى على هيئه تاجات، تمام، هيبقى التاجه اللي اسمها امبلوي، هو الكلاس اللي اسمه امبلوي، الفيرست نيم بتاعه. طبعا لازم افتح تاجه واقفلها، وبعدين احط داتا جواها وافتح تاج واقفل. طبعا الموضوع ده ايه، مع داتا كتير بيبقى شكل كبر، وبيبقى العمليه مش بالشكل السهل او السلس بتاعها. طيب تعالوا كده نشوف المثال بتاع المره اللي فاتت. كان عندي لسته سترينج فيها محمد واحمد ومحسن. لو شغلنا عملنا فاير وجينا هنا قلنا الام ام ام ديفولت، رجع لي هنا الليستة بس على هي الفورمات بتاعها ايه، اكس ام ال. تمام، طيب لو خدت نفس اليو ار ال ده كده ورحت بيه على فيدلر وجيت كتبته هنا، عملت اكزيكيوت وجيت على كومبوزر، تمام، الداتا اللي رجعت لي ايه، جيسون. الداتا اللي رجعت لي جيسون. طيب فاكرين بقى في اول محاضرة احنا اتكلمنا عن الريكوست، وقلنا ان اي ريكوست بيتكون من هيدر وايه، قلنا ان في اي هيدر ريكوست لازم نحدد نوع الفيرب، ونحدد اليو ار ال، ونحدد الفيرجن بتاع الاتش تي تي بي، ونحدد كمان حاجه اسمها الاكسبت. وقلنا ان الاكسبت بقدر من خلاله اقول انا عايز الداتا اللي راجعه لي يبقى نوعها ايه. طيب تعالوا بقى نشوف نقدر نعمل الموضوع ده ولا لا. ادخل على فيدلر كده، تمام، واجي هنا في الكمبيوتر واقول له انا عايز الاكسبت، تمام، نقطتين، واقول له انا عايز يبقى نوع ابلكيشن على الاكس ام ال، واقول اكزيكيوت، تمام، نشوف الداتا اللي رجعت لي. هلاقي الداتا اللي رجعت لي اكس ام ال، تاج اسمها سترنج جواها محمد، تاج اسمها سترنج احمد، تاج اسمها سترنج بتاعت ايه، محسن. يعني الداتا اللي رجعت لي ايه، اكس ام ال. ولو جيت هنا شفت التاج بتاع جيسون مش هلاقي اي قيمه راجعه ايه، جيسون، لان انا قلت ان انا عايز النوع اللي نوع الداتا اللي رجع لي يبقى ايه، يبقى اكس ام ال. طيب يعني ممكن نيجي على الكمبيوتر ده تاني واقول له انا عايزها جيسون، تعالوا نشوف كده اللي هيحصل. جيسون، تمام، واعمل اكزكيوت، شوف الداتا اللي راجعه لي، جات لي الداتا ايه، جيسون، مفيش حاجه، مفيش حاجه في الايه، في الاكس ام ال. ده اول حاجه. طيب تعالوا بقى هنا تاني نرجع على نفس الايه، على نفس المثال. برضو في اول محاضرة اتكلمنا عن حاجة اسمها الستيتس كود، وقلنا ان احنا يعني لما ندخل شوية في الموضوع ممكن احنا نحدد الستيتس كود اللي احنا عايزين نرجعه، تمام. ولو فاكرين ان احنا قلنا ان انا عندي في، طبعا الستيتس كود بيبقى مع الايه، مع الريسبونس، يعني
لما اعمل ريكويست هيرجع لي ريسبونس، الريسبونس ده يبقى فيه هيدر وفيه بودي. في الهيدر هيرجع لي الستيتس ايه؟ الستيتس كود. الستيتس كود قلنا ان في 200 ده معناه اوكي، وقلنا 201 معناه كريتد، وقلنا ان اي حاجه في 400 وكده معناه ان في مشكله في الايه، في الداتا اللي جايه. طيب انا بقى عايز ارجع له 200، لا وبعدها شويه ارجع له 404. 404 يعني معناه ان مفيش داتا موجود. تمام، تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. في الفيرجن اللي هو قبل اي بي اي 2.2 كنا بنستعمل كلاس اسمه اتش تي تي بي ريسبونس ايه مسج. كنت هنا باجي اقول له انا هتعامل مع الاستاتيك كلاس اللي اسمه ريكويست، يعني الريكويست اللي جاي لي ده، الريكويست اللي هو جاي لي ده تمام، انا عايز ارجع له ريسبونس ماشي، احط فيه اتش تي تي بي ستيتس كود دوت اوكي تمام. وممكن كمان اعمل كده وباصل ايه الداتا اللي انا عايز ارجعها، يعني انا عايز اباصي ايه وليكن نفس الكلام اللي احنا كنا قايلينه، الداتا الاندكس بتاع الاي دي لو مفيش رجع لي بايه بنال تمام، واقفل الكوس. طيب تعالوا بقى نشوف احنا اتعاملنا مع الميثود اللي انا حبصلها ايه بارامتر. طيب تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي دي، تعالوا نشوف هيرجع علينا ايه. mmm default بعدين backslash وبعدين zero بعدين enter هي لي ايه، هي لي محمد. طبعا لو خدت ده كوبي ورحت بيه على فيدلر كومبوزر تمام، عملت اكزيكيوت هلاقي 200 رجعت لي، ورجع لي جيسون مين محمد. طبعا قلنا ازاي نقدر نغير نوع الداتا، انا كنت عايز اكس ام ال، ازاي اخليها اكس ام ال. طيب لا بقى انا عايز اغير الستاتس كود من 200 لرقم تاني، هعملها ازاي؟ بكل بساطه حاجه هنا بدل ما اقول له الستاتس كود اوكي، لا مثلا خليها ايه، خليها نوت فاوند تمام، هرجع لي الداتا عادي، يعني مش يعني موضوع الداتا مش هتتاثر، بس انا رجعت له المسج دي. طبعا الستاتس كود ده ممكن يفرق كتير جدا مع اللي هيتعامل مع الميثود بتاعتك دي، انه هيحط مجموعه شروط وفقا للستاتس كود اللي هي ايه، اللي هي راجعه. طيب هنا طبعا قلت لك مش هيبان اي حاجه هنا في الكروم، بس طبعا لو رحنا على فيدلر هيبان لنا الايه، الستاتس كود اللي احنا كنا مرجعينه تمام. من اكزكيوت تعالوا هنا، رجعت له 400 وايه 404، رغم ان انا رجعت معاها ايه ده. طبعا ده مش لوجيك، احنا بنعملها كايه، كمثال تمام. طيب على اي بي اي 2.2 تعاملوا مع الانترفيس اللي هو اسمه اي اتش تي تي بي اكشن ريزلت، وبقى الموضوع اسهل من كده بكتير. كل اللي هعمله هنا ان اكتب كلمه اوكي تمام، وبعدين افتح قوس وباصي الداتا بتاعتي، هرجع لي هنا طبعا ب 200. طيب لو عملت انا هنا نقدر نخليها مثلا، ولو عايز نوت فاوند هكتب كلمه ايه، نوت فاوند، وارجع له ان مفيش حاجه ايه، ان مفيش داتا رجعت معايا. طيب احنا النهارده اتكلمنا عن ايه سيرياليزيشن، اتكلمنا عن الستاتس كود، وعرفنا ازاي نحدد الستاتس كود اللي احنا عايزينه، كتبت كمان ازاي احدد الميتا تايب بتاعتي، يعني ازاي احدد الداتا اللي انا عايز ارجعها، اما تبقى جيسون او اكس ام ال. نشوفكم في المحاضره الجايه باذن الله.